أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، متابعي ومشاهدي قناة الصحة والجمال، حلقة جديدة متجددة من برنامجكم محور نقاش. النهاردة لدينا في تغطيتنا ومتابعتنا ل7 سنوات من الإنجازات والتحديات في عهد الرئيس السيسي، نهضة مصر الجديدة والجمهورية الجديدة، إبراز أهم إنجازات الدولة وإنجازات الوطن التي ساهمت في أن تقفز مصر قفزة غير عادية في الأوساط العالمية. أن مصر نهضت نهضة كبيرة جدا، صنفت الآن مصر كدولة إقليمية قوية نامية، بعد ما كنا في الأول بيصنفونا من دول العالم الثالث، أن احنا اقتصاد نامي، اقتصاد قوي، متوقع لمصر أن تكون في خلال سنوات قليلة أن تكون في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم وليس على مستوى الإقليم فقط. نتمنى أن احنا نشوف مصر اللي احنا عايزينها، مصر الجميلة، مصر الجديدة المتطورة الحديثة المستنيرة، مصر اللي أهلها بيحافظوا عليها، مصر اللي أهلها بيساعدوا دولتهم على الحفاظ على بلدهم وعلى مقدرات بلدهم وعلى منشآت بلدهم، لأن قيمة المصري من قيمة بلده، أو قيمتك كمواطن هي من قيمة بلدك. يعني حضرتك النهاردة لو أن مصر هي دولة كبيرة عظمى، قوة اقتصادية عظيمة في العالم، فالمواطن المصري أيضا سيعامل باحترام شديد على مستوى العالم، وده كنا بنشوفه. يعني أنا ليا يعني يذكرني أو يحضرني في هذا الإطار أني قابلت مرة طبيب مصري وحدثني عن فترة من الفترات في الستينات أنه كيف كان يعامل المصري لدى السفارات الأجنبية وكيف يعامل الآن. فإحنا في طريقنا أن احنا نرجع تاني، فإحنا عايزين نحافظ على بلدنا. في هذا الإطار النهاردة بنتكلم عن الملف المروري في مصر، ويعني كمية الطرق وكمية الإنجازات التي تمت في مصر في ال7 سنوات الماضية، تطوير هائل لم تشهده مصر منذ عدة عقود. يعني أنا بتكلم في تطوير لم يحدث من 50 عام. في هذا الإطار النهاردة عندي ضيف الكريم سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. أهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج والمشاهد الكريم. بنتكلم يا فندم في إنجازات مرورية يعني قامت بها الدولة المصرية لم نشهدها من عقود. يعني النهاردة احنا بنشوف عمل دؤوب ومستمر 24 ساعة ليل ونهار في جميع محافظات مصر وعلى جميع المحاور. اتفضل يا فندم. في شك طبعا زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة ان مصر شهدت شبكة طرق خلال ال7 سنوات الماضية لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر بل في تاريخ العالم اجمع. انت في خلال ال7 سنوات الماضية قمت بإنشاء 8100 كيلو متر مربع، نعم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 5000 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 857 كوبري ونفق على مستوى الجمهورية. شبكة الطرق ما قبل 2014 كانت 36000 كيلو متر مربع، يعني أنت في خلال 7 سنوات عملت ربع المساحة لشبكة الطرق كانت موجودة حاليا. شبكة الطرق ديت ساعدت بشكل كبير على تسهيل الحركة المرورية، على فك الاختناق المروري، على الإقلال من الكثافات المرورية، على الحد من الحوادث المرورية، والأهم من ذلك إن هي ساعدت بشكل كبير على إنشاء مدن حديثة وفقا للنظم العالمية المعمول بها في العالم، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة واللي الآن بقت على أرض الواقع حاليا، واللي بتم الآن فيها نقل كافة الوزارات الخدمية والأجهزة الحكومية والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، وإن شاء الله مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، عشان نخفف الضغط المروري الموجود داخل القاهرة الكبرى والتي اقتنع حاليا 29.5 مليون نسمة، تلت سكان جمهورية مصر العربية ساكنين في القاهرة الكبرى. نعم. اختناق مروري، كثافات مرورية عالية، طبعا الطرق والمسطحات الأرضية تهلكت نتيجة هذه الكثافات سواء بالنسبة للمشاة أو بالنسبة للسيارات بكافة أنواعها وأحجامها، فده طبعا أدى إلى تهالك شبكة الطرق الموجودة في القاهرة الكبرى وعلى رأسها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ولذلك يعني شهد تهالك رهيب. عشان كده الدولة أسرعت في إنشاء
ودي كان من ضمن يعني الخطط الرئيسيه للسيد رئيس الجمهوريه لما شرفنا في الحكم في 7/6/2014 الطريق الدائري حول القاهره الكبرى بطوله 400 كيلومتر مربع، واللي ساعد بشكل كبير على تخفيف الضغط المروري والكثافات المروريه على الطريق الدائري حول القاهره الكبرى، واللي كان بيستقبل 350 ألف سيارة يوميا. الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ساعد بشكل كبير على منع السيارات النقل الثقيل 5 طن فأكثر من السير حول الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 ليلا، وده أدى فرصة أن الدولة الآن بتقوم بتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من 4 حارات ل7 حارات، ما عدا أعلى محور منيب 8 حارات، واللي هيعتبر أول طريق في جمهورية مصر العربية بل في أفريقيا تنطبق عليه منظومة النقل الذكي. يعني حضرتك تتذكر عندما بدأت الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ منظومة تطوير الطرق في مصر، كان هناك كم كبير من الانتقادات ووصلت لحد التهكم على هنعمل إيه بالطرق؟ الطرق دي هتساعدنا في إيه؟ يعني كانوا بيتكلموا الناس البسطاء أهلنا مش فاهمين قيمة انه يبقى فيه شبكه طرق حديثه في بلد زي مصر. نلقي الضوء على هذا الموضوع يعني بشكل لاهلنا المواطنين المصريين. شبكه الطرق هي البنيه التحتيه الاساسيه لاي مجتمع مدني يرغب في النمو والرخاء ورفع مستوى الاقتصادي له. نعم. شبكه الطرق هي محور التنميه، سواء كانت تنميه زراعيه او صناعيه او تجاريه او سياحيه او عمرانيه. شبكة الطرق هتساعد بشكل كبير على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي جلب المستثمرين الأجانب والمصريين في مشروعات قومية موجودة في مصر، وشفنا المناطق اللوجستية الموجودة حاليا عند محور 30 يونيو، وشفنا دلوقتي المناطق اللوجستية الموجودة حاليا في سيناء، وشبكة الطرق دي ساعدت بشكل كبير، والأنفاق اللي تم افتتاحها في إسماعيلية والسويس، واللي هي خلت وسيلة المواصلات من مدن القناة لسيناء في 20 دقيقة فقط. نعم. لا غير، بعد نعم. ما كانت ربطت سينا بالوادي تماما، بعد كانت رحلة بتستغرق احيانا يوم كامل. عشان حضرتك قلت احنا قاعدين 29 مليون نسمة في مدينة القاهرة بالظبط، ومصر كلها احنا بنستعمل حوالي 7% بس من المساحة الكلية، وأقل من 7% بينما كمان، يعني 5-7% دي التقديرات بالزبط. بينما سيناء فاضية، ما فيها أماكن كتيرة جدا وفيها أماكن حلوة جدا، ممكن نصنع دلتا جديدة إلى سيناء، وده فعلا مدينة وسط الدلتا الجديدة إن شاء الله هتكون فخر المصري. ده واحد يعني المردودات المباشرة أهي على المجتمع، إنه أنت حضرتك بتعمل زراعة في مكان جديد. عاوز أقول لحضرتك والسادة المشاهدين، أكبر دليل عن إن الدولة ماشية صح تحت إشراف القيادة السياسية الحكيمة، إن أنت في عام 2014 كان الاحتياطي المركزي في البنك المركزي 16 مليار دولار. نعم. في 2019 قبل كورونا كان 45.1 مليار دولار، وهذا يدل على ان الدولة ماشية صح، ماشية في تقدم سريع جدا، كل يوم في مشروع جديد، كل لحظة بنشوف حاجة جديدة، كل شيء ده بيساعد بشكل أكبر على إقلال نسبة البطالة الموجودة في جمهورية مصر العربية. نعم. الأحداث اللي حصلت في الدول العربية الشقيقة وممكن والعراق، لما جم أهالينا المصريين الحرفيين والدكاترة والمهندسين من هذه الدول وكانوا أعداد كبيرة، لقوا شغل، لقوا أماكن، لقوا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتقول لهم أهلا بيكم في بلدكم مرة تانية، بلدكم محتاجاكم، بلدكم عايزاكم، وابتدوا يخشوا في المشاريع، مشاريع قناة السويس، مشاريع اللوجستية، مشاريع إنشاءات الطرق والكباري، كل هذه الأمور ساعدت بشكل كبير أن احنا نقلل من نسبة البطالة، وبالتالي دخل الفرد بيزيد، وبالتالي الدخل القومي للدولة بيزيد، هذا بالإضافة للسياحة، ابتدت السياحة ترجع دلوقتي. لسه كنت أسأل حضرتك إنه شبكة الطرق دي لما يسهل الانتقال من الوادي لسيناء في 20 دقيقة، ان احنا بنحيي السياحة بالزبط. الثقافية والسياحة الشاطئية والسياحة العلاجية اللي ممكن تتم في سيناء، انه بدل الرحلة تاخد مثلا على السائح 10 ساعات من شرم الشيخ حتى يصل الى القاهرة، لا ده هيروح في 3-4 ساعات، فهي مسألة موفرة للوقت، موفرة كمان للوقود. كلمة الوقود ديت عشان نوضحها برضه للسادة المشاهدين، ان في عام 2019 مصر استهلكت وقود
29.9 مليون طن وقود. نعم. في عام 2020 استهلكت 26 مليون طن وقود. نعم. ده نتيجة ايه؟ شبكة الطرق الحديثة، قصر المسافات، بتقلل بالظبط استهلاك بالظبط الاقلال من اقلال من زمن الرحلة. كل هذه الامور ساعدت عندنا محو يعني مشروع عملاق كل مصري يفتخر بيه، وهو محور فوضى الفرج الضبع. نعم. اللي هو بيبتدي من ميدان الخلفية والشبرة حتى مرسى مطروح بطول 357 كيلومتر مربع. نعم. واللي هو بيتلاقى مع طريق جبل الجلالة الزعفرانة اللي جاي من سيناء، وكذلك بيلتقي مع طريق شمال منخفض القطارة اللي هو جاي من ميدان جهينة وحتى راس الحكمة في مرسى مطروح. ده ربط المحافظات بعضها ببعض، ربط مواني البحر الابيض بمواني البحر الاحمر. نعم. قلل المسافه وزمن الرحلات. محور فوضى الفرج الضبع اول محور في جمهوريه مصر العربيه وفي افريقيا في مهبط للطيران. ايضا القطاع الرابع في محور فوضى الفرج الضبع وهو كوبري تحيا مصر، واللي دخل موضوع جينيس اكورد العالميه باعتباره اعرض كوبري عائم على مستوى العالم بعرض 67.3 متر، بعد ان كان كوبري بورتمان في كندا اعرض كوبري في العالم بعرض 66.6 متر، واصبح مزار سياحي وشفنا الممشى الزجاجي اللي فيه. نعم. واهالينا المصريين في الاعياد بيروحوا يمشوا فيه. الدولة فيها تقدم، الدولة بقت على الساحة دلوقتي، دلوقتي بقت مصر على أرض الواقع. بقينا دلوقتي يعني رجعنا تاني للزعامة الأفريقية، القيادة السياسية دلوقتي بقى لها كلمة، مصر بقى لها كلمة على المستوى الأفريقي وعلى المستوى العالمي. ده صحيح يا سيادة اللواء، احنا بنتكلم في كم تطوير هائل تم في خلال هذه السنين السبع، وخصوصا المرور في مصر وما يشهده من طفرات عملاقة في الطرق وفي الخدمات التي تستتبع تطوير الطرق. طيب. يعني احنا النهاردة الطرق الطريق لما الدولة بتعمل طريق ما هي بتعمل خدمات على هذا الطريق، الخدمات دي اسمها خدمات معاونة، خدمات معاونة، الخدمات دي بتخدم المسافرين على هذا الطريق. بالظبط. تمام. ايضا بيستلزم تطوير الطرق تطوير نظام المرور نفسه. بالظبط. ياريت حضرتك تكلمنا عن التطوير الذي استتبع تطوير الطرق بالنسبة للمرور في مصر. طبعا نتيجة المساحات الشاسعة اللي هي تم إنشائها وتم تطويرها مش هقدر أجيب كم من الخدمات البشرية لهذه الطرق، لذلك ابتدت الدولة تلجأ إلى النظام التكنولوجي، ويمكن قانون المرور الجديد اللي هو بيتم مناقشته الآن وهيتم عرضه مرة أخرى على مجلس النواب مبني على الميكنة الإلكترونية. لا. ودون تدخل العنصر البشري. دلوقتي في دلوقتي كاميرات ديجيتال موجودة في إشارات المرور بترصد كافة أنواع المخلفات، دلوقتي في رادارات حديثة موجودة دلوقتي على الطرق السريع. لسه كنت أسألك عن موضوع الرادارات الحديثة دي، كيف تعمل، آلية عمل هذه الرادارات عشان السادة المشاهدين اللي بيشوفونا بيسوقوا على هذه الطرق يبقى عندهم فكرة كيف تقوم هذه الرادارات بالتقاط السرعات الزائدة وكيف تصل المخالفة إلى المواطن؟ كلمة رادار في البداية عايزين نوضحها للسادة المشاهدين، هي الرادارات الحديثة دي عبارة عن إيه يا سيادة اللواء؟ ايوه، عباره عن يعني يعتبر عن جهاز في موجات كهرومغناطيسيه بتعمل زي نظام الراديو. نعم. بتقوم حضرتك بالتقاط الصوره على شريط فيديو، بتلتقط المنتصف العلوي لقائد السياره، بتصور المنتصف العلوي الاعلى بتاعه، الجزء الاعلى. نعم. المنتصف العلوي لقائد السياره والسياره كامله بلونها ورقم اللوحه المعدنيه والاتموسفير اللي حواليه اللي هو الغلاف اللي حواليه. نعم. اذا كان صحراوي ولا زراعي ولا مباني فيه. المكان آه. اللي هو كان فيه. فكلمه الرادار دي اصلا يعني اختصار لكلمه راديو ديتكشن اند رانينج، بمعنى ان انا ايه تخزين المخالفه عن طريق الموجات الراديو. هذا التخزين بيجي لحضرتك في خلال دقائق قليله لا تتجاوز الثلاث دقائق على الملف الالكتروني للسياره. نعم. والملف الالكتروني السياره بيبعت لحضرتك اشاره على تليفونك المحمول اللي هو متسجل على الملف الالكتروني بان حضرتك ارتكبت مخالفات ما في نفس في مكان الوقت. ما يعني بعد ربع ساعه بعد نص ساعه بالظبط بتلاقي على تليفونك رساله تقول لك انت عملت مخالفه في الحته الفلانيه وسرعه كذا وغرامتها كذا. لو هي مخالفه عايزين نوضح للساده المشاهدين، لو هي مخالفه في خلال 7 ايام بتدفع نصف الحد الادنى للمخالفه. نصف الحد الادنى للمخالفه لو هي 7 ايام. عدم استخدام حزام الامان. نعم. استخدام التليفون المحمول. نعم. تناول المأكولات والمشروبات اثناء القياده، الوقوف في الممنوع، الانتظار صف تاني، دي اسمها مخالفات. طيب
تجاوز السرعة قانونية دي اسمها جنح، جنحة مرور. لو رحت في خلال 7 أيام بتدفع الحد الأدنى للمخالفة، لأن الحد الأدنى للمخالفة بالنسبة للسرعة في التعديلات الجديدة بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 1500 جنيه. فأنت حضرتك لما تروح في خلال 7 أيام وتدفع هتدفع 300 جنيه، لا هتدفع 300 جنيه الحد الأدنى عشان دي جنح. الحد الأدنى. الحد الأدنى. لكن لما بتكلم على المخالفات تدفع نصف الحد الأدنى. طب إيه الغرض من هذا؟ إن أنا أحسسك إن أنت ارتكبت المخالفة، فلما بتروح بسرعة تدفعها مش هترتكبها مرة ثانية. مرة ثانية. هذه الرادارات الحديثة عشان أوضح للسادة المشاهدين عندها القدرة إن هي تلقط 100 سيارة في توقيت واحد، 100 سيارة في توقيت واحد. المدى بتاعها يلتقط 100 سيارة في نفس الوقت على مسافة 300 متر مربع. نعم. وبعرض 8 حارات. بعرض 8 حارات مرورية. بتغطي مساحة واسعة جدا. ومش هنخبي على السادة لا احنا مواطنين، لا هنقول أماكنها. احنا فندم هنقول طبيعي ان هي أماكنها. نفع الإن إيه؟ نعم. خلي بالك نفع الإن إيه؟ محور دي 90 دي حضرات المشاهدين السادة المتابعين والمشاهدين أماكن وجود الرادارات عشان يعني تخلي بالك بقى أنت ماشي وأنت ماشي، يعني نحترم هذه الرادارات ونحترم السرعات المقررة. تفضل يا فندم. طبعا نفع الإن إيه زي ما قلنا محور 90 شارع 90 الجنوبي، شارع 90 الشمالي، محور 26 يوليو، كوبري 6 أكتوبر، كوبري 15 مايو، طريق إسماعيلية الصحراوي، طريق اسكندرية الصحراوي، طريق أسيوط الغربي، طريق القطامية العين السخنة. هذه الطرق موجود فيها رادارات حديثة بتلقط المخالفات وتعمم تباعا على باقي. في نقطة عايزين نوضح لحضراتكم ان في تفاوت في السرعة، بمعنى كوبري 6 اكتوبر مطلع الكوبري ومنزل الكوبري 40 كيلو متر في الساعة. المطلع والمنزل 40 كيلو متر في الساعة. المسطح العلوي 60 كيلو متر في الساعة، ما عدا اعلى عرب المحمدي، اعلى الوصلة المعلقة. نعم. دول 40 كيلو متر في الساعة. يعني حتى السرعات على الكباري اصبحت محددة. لو سعادتك اي المواطن يعني تجاوز هذه السرعات المحددة على طول الرادار ده بيلتقط رقم سيارته ويعمل له في برضو عشان اخواتنا اللي ساكنين في التجمع الخامس. نعم. في منطقة التجمع. نعم. محور 90 80 كيلو متر في الساعة، طلعت كوبري 90 دخلت في 60 كيلو متر في الساعة، دخلت في 60 كيلو متر اللي هو المسطح العلوي. نعم. والمطلع والمنزل برضو 40. نعم. فهنا عشان نوضح ان في تفاوت في السرعة. المسألة بقت معلنة وواضحة وقانون ويطبق وسيطبق. دخولك النفق وخروجك من النفق دي بنسميها نقطة دخول ونقطة خروج. الرادار بيحسبها، الرادار بيحسبها لو تجاوزت المدة المتحددة يبقى في الحالة ديت انت ارتكبت مخالفة. في الحالة ديت بتبقى تجاوز السرعة. طيب المواطن العادي يستدبق اللي بيتفرج على حضرتك الوقت حالا بيتفرج على سعادتك وبيشوف ان حضرتك بتقول له السرعات المقررة كذا في مطلع ومنزل الكوبري والمخالفة بتبقى كذا والرادارات اماكنها كذا كذا كذا، بيقول لك طب هو المرور هيعرف ازاي؟ وده يخليني يعني افتح مع سعادتك موضوع الملصق الالكتروني. يعني هل الملصق الالكتروني ده كان معمول عشان ربط السيارات كلها في جمهورية مصر العربية بالاجهزة الرقمية بتاع وزارة الداخلية بتاع المرور عشان الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ان احنا نعمل حالة من الانضباط المروري في شوارع العاصمة والمدن المصرية؟ بس في الاول في سؤال حضرتك الاولاني الجزء الاولاني عايزين نوضح ان الرادارات دي هي اللي بتلقط وكاميرات الديجيتال وبتوصل عن طريق الملف الالكتروني للتليفون المحمول. الملف الالكتروني بتاع المواطن. ايوه. يعني ده بيبقى من الملف السيارة اللي هو ملف السيارة اللي هو موجود اوريدي في مش احنا زمان المرور. كنا زمان بنشوف ملف فيه الاوراق والكلام ده كله. كل ده اتلغى دلوقتي بقى اسمه ملف الكتروني متسجل على الكمبيوتر. تمام. بالنسبه للملصق الالكتروني عايزين نوضح للساده المشاهدين ان الملصق الالكتروني هو احدى البنود الالزاميه في قانون المرور الجديد طبقا للماده 25 من قانون المرور الجديد. يصرف لكل مركبه ملصق الكتروني تحدد اللائحه التنفيذيه مصاريف وتكلفته وشروط استخدامه والحالات الإعفاء منه، وهي طبعا سيارات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والسيارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
صلاة أخرى مع التنسيق مع جهات أخرى. فايدة الملصق الإلكتروني يا فندم؟ الملصق الإلكتروني هو عبارة عن شريط أبيض لاصق. نعم. بيتم وضعه في المنتصف العلوي للزجاج الأمامي للسيارة، توجد به شريحة إلكترونية، هذه الشريحة الإلكترونية توجد بها داتة السيارة، رقم اللوحة المعدنية، ماركة السيارة، لون السيارة، سنة الصنع، رقم الشاسيه، رقم الموتور، تاريخ الفحص، بداية الترخيص، نهاية الترخيص، كل المعلومات بالضبط. وأيضا بيانات مالك السيارة، اسم مالك السيارة الرباعي، مهنته، عنوانه، رقم تليفون المحمول، رقم تليفون المنزل إن وجد، SMS أو البريد الإلكتروني إن وجد. نعم. ما هي فوائد الملصق الإلكتروني؟ فوائد الملصق الإلكتروني كثيرة ومتعددة. أولا، الملصق الإلكتروني هو اللي حقق المنظومة الإلكترونية المتكاملة. الملصق الإلكتروني هيحقق المساواة والعدل بين السادة المواطنين في المخالفات، مش هيبقى فيه تجاوز. نعم. مفيش تعسف، الحاجات دي كلها اللي احنا بنشوفها. الموضوع مع كله العنصر البشري الكمبيوترايز، هو كمبيوتر، محدش ليه، مفيش تدخل العنصر البشري فيه. الملصق الإلكتروني بيحدد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، وعلى هذا أنا بعمل دراسة لهذه الطرق عشان أقدر أحدد الخدمات المضية اللي تكون موجودة. نعم. الملصق الإلكتروني بيحدد لي الأماكن اللي فيها كثافات مضية أو لا قدر الله حوادث مضية، عشان سرعة تواجه خدمات مضية نفس الموقع ووحدات الانتشار السريع. الملصق الإلكتروني بيساعدني بشكل كبير على ضبط السيارات المطلوبة أمنيا وجنائيا ومتهربة من الجمارك. نعم. الملصق الإلكتروني بيبعت لي رسالة على تليفوني المحمول عند التوجه إلى طريق ما، هذا الطريق يوجد به مناطق أعمال، غلق جزئي، غلق كلي، تحويلة مضية، أو لا قدر الله انهيار أرضي، وبيوجهني للطريق البديل. يعني النقطة دي بنخش فيها زي GPS. أخيرا، الملصق الإلكتروني بيحافظ على السيارة من السرقة. في حال تعرض السيارة للسرقة بيتم متابعتها عن طريق الملصق الإلكتروني، ويتم ضبطها في أقرب كمين. طب لو قام اللص بنزع الملصق الإلكتروني، في كوبي للملصق الإلكتروني على الزجاج، عن طريق هذا الكوبي بتابع السيارة وبيتم ضبطها. يعني موجود هو أصلا، طالما لصق هذا الملصق الإلكتروني على زجاج السيارة، هو بيطبع أيضا على زجاج السيارة. بالظبط. في نسخة منه على زجاج السيارة. طب نعم. لو اللص بقى كسر الإزاز، بيجي ألارم على غرفة العمليات إن السيارة حصل عليها تعدي، ببعت أقرب سيارة دورية أمنية أو دراجة بخارية أو رجل مرور أو رجل أمن عام إلى موقع الحدث لسرعة ضبط السيارة قبل التحرك. دي حاجة جميلة جدا يا فندم. يعني إحنا عانينا منذ الثورة من 2011 من سرقات السيارات، يعني كانت منتشرة بشكل كبير عقب الثورة، وحالة يعني المرحلة اللي كان فيها انفلات أمني، كان في معاناة فظيعة في مسألة سرقة السيارات، ويعني كان في عدة تشكيلات عصبية لسرقة السيارات، وطلب يعني نقود أموال لرد السيارات لأصحابها بعد سنة بعد شهور، أنت وحظك بقى. لكن وجود هذا الملصق الإلكتروني أعتقد أنه سيقضي على ظاهرة يعني محاولة التفكير في سرقة سيارة. أكيد هتبقى طبعا. من الصعب جدا، لأن الموضوع يعني الأجهزة بتاعت الدولة بتاعت المرور، وزارة الداخلية متتبعة هذا الأمر. العالم كله كده. نعم. العالم دلوقتي في نقطة بس مهمة عايزين نوضح لسنة المشاهدين، اوعى تفتكر ان ده كده عليك، لا. نعم. انا كده بحميك وبحافظ عليك طبعا، طالما انت ماشي سليم وماشي وفقا للقانون وبتحافظ على نفسك وعلى بلدك، الدولة هتقف معاك. ما هو فعلا كده يا فندم، الدولة بتحافظ عليك وعلى سيارتك. بالظبط. حضرتك بتسيب سيارتك في امان، احنا بالزبط. بنسيب في سواء في بارك او اذا كنت بتركن في جراج او بتركن في الشارع او بتركن في شغلك في الشارع، انت سايب عربيتك وانت مطمن. والعالم كله اجمع كده دلوقتي. والناس كلها كده. كل الكاميرات يعني كل الشوارع دلوقتي وكل المناطق الحيوية والمنشآت الحيوية كلها فيها كاميرات مراقبة دلوقتي. هناك بعض الدول، يعني مش دول او مدن، ليست ببعيدة عن مصر، يعني في منطقتنا، يعني كل المباني وكل الشوارع مراقبة تماما بالكاميرات، لذلك يعني معدلات الجريمة فيها منخفضة جدا، لأن كل الناس عارفة أن كل الشوارع مراقبة بالكاميرات، محدش بيفكر مليون مرة قبل أن هو يرتكب أي مخالفة، سواء جنائية، سواء سرقة، سواء مخالفة مرورية، فهو بيفكر مليون مرة لأنه عارف أنه كده كده هيجي. تمام. لأن الحكومة تستطيع أن تتتبع عن طريق الكاميرات، ترصد هذه المخالفات. الملصق الإلكتروني كان ليه فترة محددة، الدولة حددت فترة لتركيب هذا الملصق الإلكتروني. استجابة المصريين لتعليمات الدولة بلغت نسبتها كام في المية فندم؟ نقدر نقول 80%. انتهت 80%. اه. وده رقم محترم جدا. تمام.
يعني بيان استجابة 80% من مالكي المركبات في مصر استجابوا لتركيب الملصق. تركيب الملصق وكان آخر معاد 30 مارس الماضي وبعد كده وفقا للتعديلات الخاصة بقانون المرور الحالي اللي هو رقم 66 سنة 1973 واللي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية في 1 مارس خلال هذا العام، عايز أوضح لحضرتك أن عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني تعليق رخصة القيادة الخاصة بمالك السيارة بحد أدنى شهر وحد أقصى 3 أشهر. اللي ما ركبش بعد اللي ما ركبش لحد 30 مارس. لحد 30 مارس. لأن الموضوع ده ليه تعقيب. نعم. زي ما قلنا تعليق الرخصة من شهر لثلاث أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية وعقوبة جنائية. غرامة مالية بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 1500 جنيه. وعقوبة جنائية بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يرى السيد القاضي حسب خطورة الموقف. الموضوع يتحول إلى القضاء. بالظبط. طب نقول تاني يا فندم، يعني اللي ما ركبش بعد 30 مارس يعني هيبقى 1 2 3 نمرة 1 إنه تعليق الرخصة بتاعته. تعليق رخصة القيادة. القيادة ولا السيارة؟ رخصة السيارة. رخصة القيادة. رخصة القيادة. ما مش حاسوه بقى. رخصة القيادة. بحد أدنى شهر. طب ما في سائق تاني ممكن يسوق العربية وهي من غير ملصق إلكتروني. لا ما برضه هيتملي، أنا بتكلم على صاحب العربية، ما صاحب العربية المفروض لما رخصة القيادة عنده اتعلقت يبقى المفروض العربية ما يسوقهاش. نعم. ما يسوقهاش أي حد تاني. نعم. فدي من شهر لثلاث أشهر. من شهر لثلاث شهور ما يقدرش يركب عربيته. بالظبط. تمام. وبعد كده عندنا غرامة مالية بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 1500 جنيه. والحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يرى السيد. اللي هي الغرامة أو الحبس. أو الحبس. غرامة أو الحبس. طيب إحنا لا نتمنى إن حد يعني. بس في نقطة مهمة. اتفضل يا فندم. أستاذ بس عشان السادة المشاهدين. اتفضل يا فندم. وزارة الداخلية أول أمس أعلنت بإن هي أدت فترة سماح بالنسبة لهذه العقوبة حتى 1 سبتمبر القادم شهر 9 بالظبط. وفي حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني هتطبق العقوبة. يعني انت حضرتك دلوقتي ما تخافش، ما فيش عقوبة لغاية 1 سبتمبر. اتفضل اوصل لوحدة الترخيص اللي تابع ليها وركب الملصق الإلكتروني. ووحدات الترخيص على مستوى جمهورية مصر العربية بتعمل حاليا من الساعة 5 مساء للساعة 8 مساء لتركيب الملصق الإلكتروني وتغيير اللوحات المعدنية البيضاء إلى اللوحات المؤمنة بأرقام وحروف. يعني دلوقتي في فترة سماح بالظبط لحد شهر سبتمبر اللي هو واحد شهر سبتمبر 1/9 وبعد كده ستبدأ الدولة في تطبيق عقوبة وعقوبة مشددة. عقوبة مشددة وليس فيها تصالح. عندكم فرصة، يعني احنا في منتصف شهر يونيو، يعني عندنا فرصة تقريبا 3 شهور يا فندم نقدر نتوجه لأقرب وحدة مرور باللي انت تابع ليها تركب الملصق الإلكتروني، وهو ما بيكلفش كتير، يعني ده رقم بسيط جدا اللي بتدفعه عشان تركيب هذا الملصق. ولو بصيت للفوائد اللي بترجع عليك من تركيب الملصق الإلكتروني هتلاقي أن هذا المبلغ لا يساوي شيء في الخدمة التي تقدمها الدولة لك. فأرجو من السادة المشاهدين جميعهم التوجه إلى وحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني لما له من أهمية في المرحلة المقبلة. وممكن ممكن تركيب الملصق الإلكتروني عن طريق الأونلاين، إنك بتخش على بوابة وزارة الداخلية على بوابة مرور مصر، بتدفع مصاريف الملصق الإلكتروني وبتتوجه لوحدة الترخيص الشباك اللي هو الخاص للملصق الإلكتروني. بتدفع كام يا فندم المواطن تقريبا؟ كام تقريبا؟ بالنسبة للمبلغ يعني هو حاليا دلوقتي وصل ل 90 جنيه. 90 جنيه. 90 جنيه. أقل من 100 جنيه مصري بتأمن عربيتك وبتستمتع بالخدمات التي يعني تعقب تركيب هذا الملصق الإلكتروني. مبلغ بسيط جدا يعني بحضرتك بتدفعه وبتركب المخصوصات، اللي هو بيقول ان انت اونلاين، حاجة جميلة جدا. بوابة مرور مصر. بوابة مرور مصر. اللي هي في دخل يخش على النت على وزارة الداخلية، بوابة وزارة الداخلية. بوابة مرور مصر هتدفع فيها الفلوس بتاعة الملصق الإلكتروني وتتوجه لوحدة الترخيص التابع ليها، هتاخد الملصق وترجع على وحدة الفحص في مندوب من إحدى الشركات التابعة لدار العمل المرور هيركب لك الملصق. ممنوع مواطن يركب الملصق، المندوب هو اللي بيركبه لك عشان معاه جهاز بيكشف على الملصق ويتأكد. يعني وبعد ما يدفع أونلاين يا فندم، دفع أونلاين، المواطن دفع أونلاين، يروح لوحدة الترخيص يستلم الملصق. لازم يروح الوحدة عشان يستلم. يستلم. طيب لو حد دفع مثلا تجديد وبجدد الرخصة، دفع تمن هذا الملصق وجي يستلم الرخصة ما ادلوش ما ركبش الملصق لحد دلوقتي، لو اتمسك يعني لو انه هذا المواطن يبقى عدم تركيب. يعني هو حضرتك ما دفع ما القانون تمن الملصق،
في المرور، لكن لما راح يستلم الرخصة ما ركبولوش الملصق يعني لحد دلوقتي، ما تركبلوش الملصق. لو هو يعني ازاي يعني حضرتك مش يعني حضرتك هو دفع الفلوس؟ السؤال هو راح يجدد، دفع الفلوس فعلا، دفع فلوس الملصق، الملصق ولم يتم تركيب الملصق، وخد الملصق، خد ما خدش الملصق، خد الرخصة فقط، لم يتم تركيب، لا يرجع للمرور تاني عشان ياخد الملصق، يرجع للمرور تاني عشان يعني يطالبهم ان هو ياخد الملصق بتاعه. يعني عايزين بس نوضح ان عقوبة الملصق مش عدم تركيبه بس، عدم تركيب الملصق او اخفائه او اتلافه او نقله من سيارة لسيارة اخرى، دي مهمة جدا تنطبق عليه نفس العقوبة، نفس العقوبات. يعني الملصق بيتركب في سيارة واحدة بيبقى خاص بسيارة لأن واحدة فقط، في أداة السيارة وفي أداة حضرتك، نعم، فما ينفعش نقل سيارة أخرى. نعم نعم، وضحت يا سيادة اللواء. طيب احنا ما بنتكلم في هذا التطوير الهائل في المرور، يعني احنا بنطالب السادة المواطنين ان هم يسجلوا سياراتهم، يركب الملصق الإلكتروني، يراعي السرعات المقررة، الرادارات وغيره، لكن يعني تطوير يعني الأرضي الموجود على الأرض من تحديث في شبكات الطرق وأيضا تحديث أجهزة وزارة الداخلية نفسها وكيفية التعامل مع الجمهور، ألا يستتبع تحديث أيضا في السلوك المروري للمصريين؟ أنا هوضع صدرك دوت بإيه رد عملي من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. فضل فهم. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عمل مقارنة في الستة أشهر الأولى، نعم، لعام 2017 وعام 2018. في عام 2017 لان عدد الحوادث المروريه 8536 حادث مروري. لما جه يشوف اسباب الحوادث المروريه لقى انقاذ السياره كان بنسبه 63.6%. لما السبب السبب كان قائد السياره، قائد السياره النسبه الاعلى، نعم، 63.6%. نعم. لما جه قارنها ب 2018 لان عدد الحوادث المروريه 5613 حادث مروري، قلت حوالي 3000. تمام، وبنسبه 40%. ولما جه يشوف اسباب الحوادث المروريه لان قائد السياره متسبب بنسبه 77.7%. يعني نسبه قائد السياره زادت رغم قله الحوادث المروريه. ده يرجع ليه؟ لشبكه الطرق الحديثه. الثقافه المروريه ما زالت حتى الان غير مكتمله عند بعض الساده المواطنين وعلى كافه المستويات، نعم، ولا اذكر مستوى معين، نعم، على كافه المستويات. واحنا بنشوف ان الاكمنه اللي موجوده على الطرق السريعه برضه بتضبط قائد السيارات ملاكي، بيتضح تناوله من المواد المخدره والمواد المسكره اثناء القياده، نعم، وليس سيارات النقل بمقطوره او النقل او او دي, دي, دي هي مشكله كبيره جدا. يعني تناول المخدرات اثناء القياده دي مشكله كبيره جدا. يعني نتمنى ان ما حدش يعني يتبع هذا السلوك وهو يعني يقود سيارة أو بشكل عام يعني حياته، وعن حياته خطر. طبعا الموضوع يعني خطير جدا على الحياة. أنا بتكلم سيادة اللواء عن أنه هذا التحديث الذي يتم ونشعر به جميعا، يعني إحنا برضو داخل المدن، يعني مدينة زي القاهرة، بتلاحظ حضرتك أن بقى فيها يعني نتيجة الإنشاءات في بعض الأماكن في فوضى مرورية، يعني سير عكس الاتجاه، قائد المركبات او قائد المركبات بيمشوا في الشارع زي ما هم عاوزين، مفيش طبعا مفيش حرارات مروريه، بيقول لك ده الطرق تحت الانشاء. يعني الا يستتبع اداره المرور او وزاره الداخليه واداره المرور ما بتعملش خطوات عمليه لتنظيم المرور مؤقتا داخل الاماكن اللي فيها اماكن عمل الى ان يتم الانتهاء من هذه الاماكن؟ حضرتك اماكن العمل دي سواء داخل محافظات القاهره الكبرى او بالنسبه للمدن الجديده، يعني احنا مثلا دلوقتي عندنا في غلق كل المحور الواحد بمسافه 8 كيلومتر مربع، عندنا محور طرعه الزمر اللي هيربط شرق الجيزه بغرب الجيزه وهيفتح منافس جديده ما بين محافظه القاهره ومحافظه الجيزه، في غلق ليه دلوقتي لمده شهر لغايه 1 يوليو. نعم. عندنا محور 26 يوليو في غلق جزئي، عندنا في غلق جزئي في شارع الهرم عشان الخط الرابع لمترو الانفاق. كل هذه الاماكن قبل ما بنغلق بنعمل لها طرق بديله، بيبقى في خدمات مروريه مكثفه، بيبقى في مساعدات فنيه، بنمنع انتظار صف اول فيه زي ما موجود في شارع جامعه الدول العربيه دلوقتي عشان محطه اليوبلس الخط الرابع لمترو الانفاق. بتتعمل خطه بالتنسيق بين اداره المرور في المحافظه والمحافظه والجهات المختصه ووزاره النقل وهيئه الطرق والكباري، بان احنا بيتعمل خطه للطرق البديله وحارات جديده وحارات مستحدثه بيتم استحداثها
عشان نخفف الضغط المروري والكثافات المروريه في مناطق الاعمال. بالنسبه للمدن الجديده اللي هي بره القاهره دي اصلا ما فيهاش مواطنين، ما فيهاش مواطنين، ما بتحسش فيها. فحضرتك بيحصل لسه بتعمل مثلا العاصمه الاداريه، نعم، لسه المواطنين ما دخلوش فيها، نعم، وخبر حضرتك يعني الناس بيبتدوا ينقلوا دلوقتي والكلام ده، بس كأرض واقع لسه الناس ما مقامش فيها. فطبعا ما زالت الانشاءات موجوده فيها، وبتعمل لها دلوقتي اللي هو محور الشيخ زايد اللي هو يوصل بجانب طريق القطاميه العين السخنه، بالاضافه الى طريق السويس الصحراوي اللي يوديك الى العاصمه الاداريه الجديده. برضو عندنا مدينه العالمين اللي هي اول مدينه مليونيه على الساحل الشمالي، واللي هيقتلنا حاجه هايله بصراحه، مدينه حاجه هايله فعلا، فخر المصري، ومعمول فيها ابراج، نعم، على مستوى عالي جدا، برضو لسه ما حدش سكن فيها. فبالتالي عمليه الانشاءات وانشاء طرق حديثه وتطوير الطريق الدولي الساحلي عشان نعمل منافذ ليها لكل هذه المدينه، كل ده طبعا ما فيش اهالي او في سكان ساكنين فيها. لكن بالنسبه للموجوده في القاهره الكبرى او في اي محافظه من المحافظات، بتتعمل اول دراسه جدوى ما بين اداره المرور الموجوده في المحافظه والجهات المعنيه في المحافظه ووزاره النقل وهيئه الطرق والكباري، عشان نعمل حوارات مستحدثه، ان نعمل نوسع نزيد عدد الحوارات زي ما زودنا كده في محور فيصل، زودنا عدد الحوارات عشان يستقبل كثافات المروريه العاليه الجايه من طريق الفيوم الصحراوي وطريق قاهره اسكندريه الصحراوي اتجاه الجيزه، تطوير لمحور المبيطيه، تطوير لمحور المنصوريه عشان نخفف الضغط المروري على شارع الهرم، تطوير كل شويه في كوبري الجيزه المعدني عشان يستقبل الجاي من نفق الهرم اتجاه شارع الجامعه وشارع مراد. الدوله دلوقتي ماشيه في الطريق السليم، في تخطيط عمراني، في تخطيط العشوائيه اللي عشناها ال 40 سنه الماضيه اتلغت. انتهت. عشان انا اكون ساكن في القاهره ويطلع اعلانات في التلفزيون عندك مدينة بدر ومدينة الشروق ورحاب واحد ورحاب اتنين ومدينتي، وتقول لي المدن دي كلها على بعد ربع ساعة بالسيارة من مصر الجديدة، وتيجي الناحية التانية محافظة الجيزة تعمل لي مدينة 6 اكتوبر اللي بتقول دلوقتي حوالي 4 مليون نسمة، نعم، وتقول لي ان هي على بعد 15 دقيقة ولا 10 دقايق من ميدان لبنان والمهندسين عن طريق محور 26 يوليو. لازم شبكة طرق تكون مؤهلة وكفء لربط هذه المدن والاحياء بالقاهره، وده توسيع للرقعه اللي احنا عايشين عليها عشان برضو نخف الكثافات في وسط المدينه. اللي انا بتكلم برضو فيها سياده اللواء، لو سالت حضرتك طبعا اكيد بتواجه هذه الاسئله كثيرا يعني من المواطنين، انه بتحس انه سائقي الميكروباص وسائقي التوك توك، انا بالمناسبه عشان ما حدش يزعل مني يعني، ما حدش يهاجمني ويقول ان انا يعني بحاول ان انا يعني اضرهم او حاجه، لكن أنا كمصري وأشعر بالفخر من عمل الدولة اللي هي بتعمل كل هذه المشاريع الضخمة كلها موجودة، أنا شايفها، حضرتك شايفها وأنا شايفها وكل الناس المواطنين داخل مصر وخارج مصر شايفين هذا التحديث الذي يتم، لكن بيشوه الصورة التصرفات الفردية لبعض السائقين من الميكروباص أو التكاتك. هناك فوضى عارمة في موضوع التكاتك ده وموضوع سائق الميكروباصات، من الوقوف فجأة في منتصف الطريق، عدم وجود أماكن مخصصة لهم إن هم يعني محط زي محطات يا فندم، إن هو يبقى عنده محطة مسموح فيه إن هو بالظبط كده، بالظبط كده يا فندم. الميكروباصات ما فيش شك لا غنى عنها، لأن هي بتساعد هيئة النقل العام، تمام، نتيجة طبعاً أنا مش ضد وجود الميكروباص، لا احنا بنتكلم الأول بصفة عامة، لكن مع الأسف الشديد مفيش تخطيط من المحافظات كلها لهذه الميكروباصات. المفروض إن هذه الميكروباصات يكون ليها مواقف مخصصة ليها، طبعا نتيجة التخطيط العمراني السيء والمساحات الضيقة، وان حضرتك تبني عماره 20 دور زمان يعني زمان الكلام دوت، وما فيش تحتها جراج وكلها محلات تجاريه، وكل هذه الامور ساعدت على هذا التكدس. سواء الميكروباص بالشري الميكروباص بالقسط بيبقى عايز يعمل رحلته ذهابا وايابا باقصى سرعه ممكنه عشان يحصل اكبر مبلغ مادي عشان يقدر يسدد الاقساط ويقدر يصرف على اسرته، ماشي، بس احنا بنفس والدوله بتقف جنبك، بس المفروض ان انت تلتزم بقواعد واداب المرور، لازم تلتزم بالسرعه المحدده، لازم تلتزم بالاماكن المخصصه ليك اللي بتحددها لك المحافظه او اداره المرور. يعني الحقيقه الاداره العامه للمرور القاهره مشكورا ابتدت تعمل الموضوع ده في شرق القاهره، وشفناه، نعم، في شارع عباس العقاد، وشفناه في شارع مكرم عبيد، وشفناه في شارع حسن المامون.
ان هم خصصوا شوارع جانبيه للميكروباصات عشان يخففوا الضغط المروري والموقف العشوائي للشوارع الرئيسيه والشوارع التجاريه الموجوده في شرق القاهره. واتمنى ان كل المحافظات تعمل هذا. يا ريت كل هذه التجربه تعمم، ويا ريت كمان يكون في محطات زي ما الاتوبيس النقل العام له محطه بيقف فيها وينزل الراكب، وبرضه هم ملتزمين بمحطات معينه لان هو يركب حد داخل سيارته او ينزل راكب من سيارته، يبقى له نقطه محدده يقف فيها. الدوله مع الميكروباص زي ما الدوله مع سواء الاجره. نعم. السياره البيضاء. نعم. لكن سلوكياتك هي اللي بتجبر الدوله ان هي تتعامل معاك بقانون. نعم. يعني دلوقتي يعني طبعا احنا عارفين احنا مصر الجديده يا سياده اللواء، مصر الجديده لا تفرق بين احد. مصر الجديده بتتعامل مع كل المصريين ان هم مواطنين مصريين. يعني انا مثلا الدوله واقفه جنب السائق الاجره، لكن المصريين بيلجأوا للشركتين الموجودين. ليه؟ لان سواء الاجره ما بيشغلش العداد، ممكن تلاقي العداد بتاعه لاعب فيه، بيتعامل مع المواطن باسلوب مش كويس، في الصيف ما بيشغلش التكييف بتاع السيارة. فطبعا المواطن بيلجأ إلى الشركتين الأخرتين الموجودين في مصر حاليا. لكن احنا لما نصلح من نفسنا كالسائقين أجرة ونلتزم بالتعليمات، حسن التعامل مع المواطن، إن أنا أشغل التكييف، إن العربية تكون نظيفة من الداخل، إن أنا أشغل العداد، إن أنا ما ألعبش في العداد وحتة لعب العداد وقعد مشغل العداد دي برضه عشان محدش يزعل مني، دي يعني قلة قليلة. نعم. لكن موجودة. فالقلة القليلة الموجودة ديت بتسيء للآخرين. فعشان كده لازم نكون في نوع من الوعي والثقافة لدى قائد السيارة الأجرة وقائد السيارة الميكروباص. التزم، خليك ملتزم بقواعد وآداب المرور. وفي نقطة مهمة جدا، الإجراءات الاحترازية. نعم. مع الأسف الشديد ما بنطبقهاش دلوقتي في سواقين الأجرة وسواقين الميكروباصات. بيشوف الكمين، بيشوف رجل المرور يلبس الكمامة. عدى بيقلع الكمامة. طب ازاي؟ ده انت مسؤول اصلا عن الراكب اللي معاك في السيارة لو هو مش ماسك. وهي وزارة الداخلية مش فرضة الإجراءات دي عشان بالظبط فرض يعني كده حبا إن هي عايزة تلبسك كمامة، ده عشان حمايتك أنت، عشان المرض ده لا ينتقل منك لراكب أو من راكب ليك والعكس. فهو المسألة مش مسألة إن أنت بتعدي الموضوع عشان ما تعدي على كمين أو على لجنة، المسألة إن أنت بتحافظ على نفسك وتحافظ على سكة على صحة الآخرين، لأن إحنا بنقول الحرية مسؤولية. الحرية مسؤولية سيادة اللواء، مسؤوليتك تجاه الآخرين قبل نفسك. طيب سؤال بيطرح نفسه سيادة اللواء، ما هي المخططات اللي هي موجودة في وزارة الداخلية لحل مشكلة وأزمة التوك توك في مصر؟ التوك توك اللي بيشوه هذه الصورة الجميلة. عايزين نوضح للسادة المشاهدين، أنا مش ضد التوك توك، يعني عشان يعني محدش يزعل مني، أنا كمان أنا مش ضد وجود التوك توك. أنا شفت نماذج، يعني شفت نموذج في احد البرامج لشاب مصري طالب في كليه الطب في احد الاقاليم ويعمل سائق توك توك وفخور، وعملوا عنه حلقه ونموذج مشرف. انا مش ضد هذا الشخص المشرف اللي بيعمل عشان يتكسب رزقه بالحلال، لكن اعجبتني من الناحيه الاخرى تجربه تمت في احدى الضواحي القريبه هنا من مدينه الانتاج الاعلامي، عندما تم رفع التوك توك واستبدال التوك توك بسيارات صغيره لسائقي، اعطيت من المدينه لسائقي التوك توك، وبدل توك توك بقت عربيه صغيره فيها نسبه امان اعلى، وبالتالي التعامل والسلوك بيبقى احسن. عايزين نوضح بس للساده المشاهدين ان التوك توك دوت دخل مصر في شهر ديسمبر من عام 2005، واللي دخلته وزارة التجارة والصناعة. نعم. بغرض استخدامه لنقل الركاب فقط في المناطق الضيقة والحواري والأزقة والمناطق الغير مخططة وما بين القرى. لكن مع الأسف الشديد مالك التكاتك ما راحوش الوحدات المحليات عشان يرخصوا التوك توك. بالإضافة إلى الظروف السياسية كانت بتمر بيها الدولة، ابتدت بعض المصانع تجيب مواتير هذه التوك توك والشاسيه، وابتدت تجمعه في مصر لدرجة أن مصر دلوقتي وصل فيها عندها 2.5 مليون توك توك. نعم. بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة ما استودتش غير 360 ألف توك توك فقط لا غير. من الاتنين ونص مليون. من الاتنين ونص مليون. الباقي اتصنع داخل مصر. بالظبط. نعم. في الحالة ديت واجب الوطني وزارة الداخلية ومن
واقع التزامها الوطني والقانوني تدخلت في هذا الموضوع وابتدت ترخص التوك توك. في محافظات رخصت وفي محافظات رفضت الترخيص بما فيها محافظة القاهرة على أساس أن القاهرة محافظة سياحية. نعم. لأن التوك توك ممنوع يمشي في الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية وأعلى الكباري وأسفل الأنفاق والتواجد في المناطق الحضرية والأثرية. ابتدت الدولة تلجأ لإيقاف ترخيص التوك توك وضبط التوك توك. وبعد كده الدولة رجعت تانية قالت رخص التوك توك. لكن مع الأسف الشديد برضه محدش بيرخص التوك توك. يعني 2.5 مليون توك توك دول مش مترخص منهم غير حوالي 260 ألف توك توك. والباقي غير مرخص. والباقي غير مرخص. اه وده بيستغل على فكرة. لذلك السيد رئيس مجلس الوزراء الحالي في شهر سبتمبر عام 2019 أصدر قرار بإيقاف ترخيص التوك توك وتحويل هذا التوك توك إلى السيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وقيادتها تكون برخصة قيادة خاصة وإن يكون اللي بيسوقها معاه مؤهل دراسي. نعم. وابتدت جت تعليمات للمصانع اللي هي بتكون بتجميع التوك توك بتحويل تجميع التوك توك إلى سيارات ميني فان. وعلى مسؤوليتي الشخصية الدولة في خلال 3 سنوات القادمة بما فيهم السنة دي هتنهي موضوع مشكلة التوك توك نهائيا. مسموح بترخيص التوك توك الآن عشان الناس تبقى عارفة. يعني محافظة الجيزة فيها 3 وحدات لترخيص التوك توك. رخص التوك توك بس امشي بيه في الأماكن الضيقة في الحواري في المناطق غير مخططة وما بين القرى. ممنوع نهائيا تمشي بيه في الطرق الرئيسية. في حالة ضبط التوك توك في الطرق الرئيسية هيتم عمل محضر لملك التوك توك وتغريمه 1500 جنيه. حرام. في حالة ضبطه للمرة الثانية هتتضاعف المخالفة إلى 3000 جنيه. في حالة ضبطه للمرة الثالثة هيتم سحب التوك توك منه نهائيا. وده اللي بتعمله وزارة الداخلية حاليا. يعني حضرتك حصريا لبرنامج محور نقاش على مسؤوليتك الشخصية بتقول إن في خلال 3 سنوات إن شاء الله سيتم الانتهاء من هذه المشكلة. مشكلة التوك توك نهائيا. أشكرك سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري نورتنا يا فندم وألقيت الضوء على كثير من الإنجازات التي حدثت في مصر في خلال السنوات 7 الماضية ونتمنى المزيد حتى تنهض مصر ويعني تتبوأ المكانة التي تستحقها. مصر يا جماعة مصر دولة كبيرة أقدم دولة في العالم يعني أقدم دولة في العالم. لابد أن نفرق بين دولة صنعت التاريخ من 7000 سنة ودول تحاول أن تبني تاريخا لها من 200 سنة ولا من 100 سنة ولا من 70 سنة. إحنا يعني صنعنا التاريخ الدول الأخرى تحاول أن تصنع التاريخ. فمصر يجب أن تكون في مكان آخر غير المكان التي كانت موجودة فيه وإن شاء الله سنصل إلى هذا المكان. كان هذا كل ما لدينا اليوم في محور نقاش. شرفتونا نورتونا ويعني أتمنى أن نكون يعني أوضحنا الكثير من الحقائق حول قانون المرور الجديد وحول إنجازات المرور في 7 سنوات الماضية. لكم مني أرق الأمنيات وأطيب التحيات. صفوة العربي أراكم على خير.